الخطة اللي جمعتكم عشانها النهاردة ضروري تفهموها وتذاكروها عشان اللي جاي. خطتنا 4-3-3، وده عشان نخلق مساحات كبيرة بين اللعيبة، تسيب مسافة 2 متر على الأقل بينك وبين زميلك. عايزين نضغط عليهم في ملعبهم، عايزينهم يفقدوا استحواذهم، عايزين نمسح بيهم أرض الملعب وبالمية والصابون. ممكن بكحول؟ مش أقل من 70% يا حنفي. طب ومطهر الإيدين إيه نظامه؟ برضه مش أقل من 70%. يا كابتن، الخطة دي عشان الماتش ولا عشان الكورونا؟ الخطة دي بتاع كله. التعود على التعقيم الدوري للأيدي والأسطح المحيطة بيحميك أنت واللي حواليك من خطر الإصابة بفيروس كورونا.